الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم سنتكلم على موضوعين، موضوع اسم الله. اسم الله، هذا الشخص يسأل عن اسم الله يعجبه ذكر يا الله. إذا ذكرت يا الله فيها خير، وإذا ذكرت الله فيها خير. بالنسبة إلي شخصيا، أنا أختار الله 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 الله، هكذا تذكر الله. معك إذا ذكرت هذا الذكر ينقي الجسد من الشياطين، يعني دمك ينظف من الشياطين، ودمك ينظف من السموم ومن الأمراض، تصبح عندك قوة في البصر. من يكثر الله، ها اسمع، قوة في البصر، قوة في السمع، قوة في الشعر، قوة في الهرمونات، وتستطيع أن تستيقظ وتصلي الفجر، تقول يعني قوة خارقة، ويصبح عندك قبول رهيب، وستحس بقوة خارقة في يديك، ستبدأ من يديك، يعني كل شيء ستحمله، وتبدأ تتحرك بسرعة، تبدأ كثرة الحركة. يعني لما تبدأ تذكر اسم الله ستحس أنك بدأت تتحرك كثيرا، هذا يعني أن بدأت نفسك وجسدك بدأ يكسب القوة. القوة في اليدين، في الذراعين، والقوة في الرجلين، هذا من أول شيء ستحس به. وكذلك المال، يدخلك المال بسرعة يوميا لما تكثر من اسم الله. الفتوحات، يعني بسهوة سترى نفسك في مكان ما، نفسك ستراه في عديد من الأماكن، يعني ستسافر، وربما بعض الناس يرونك يوميا، يرونك في الأحلام، أو يرونك في مكان ما. فهذا من أسرار اسم الله. يذكر اسم الله كثيرا ويكثر منه، لا يقدر عليه الشيطان، يعني سينظف جسده من الشياطين والسحر، لأنه هو الاسم الجامع، وهو اسم الخالق، يخافه الشيطان ويخافه كل مخلوق، وهو الحاكم. هو الاسم الحاكم لكل شيء، والحاكم لكل الأسماء. ويقولون الأولياء والمشايخ اللي ذكروه كثيرا، أنهم كانوا يسافرون بهذا الاسم في أي مكان، ويعرفون الأخبار، يعرفون الأخبار. لا، المشايخ والأولياء لا يتتبع الأخبار في الهواتف ويتبع فلان، كانوا في الجبال، وكانوا في القرى، يعرفون أخبار الأماكن، أي شيء سيحدث يعرفونه عن بعد، يأتيهم خبر، يرونه بعينيهم، يعني يسافرون إلى مكان ما ويرون الأخبار، كانت تنتقل لهم الأخبار. وهناك العديد من الأسرار من يكثر من اسم الله، وهو التحصين العظيم من الشيطان. سبق وتكلمت عليه عديد من الفيديوهات السنة الماضية، وفي هذه السنة، في بداية هذه السنة كانت تكلمنا عليه في عديد من الفيديوهات. من أراد أن يرجع فليرجع إلى الفيديوهات اسم الله، اسم الله العظيم، وهو تكلمنا عليه في عديد من الأسرار، ومن يتبعه يرى العجب. معنى تحصين الأسنان، كذلك تحصين الأسنان تكثر من اسم الله. تحصين الأسنان، تقرأ آية الكرسي 70 مرة في الصباح، 70 مرة في الليل، وتقطع أكل السكر، تقطعون أكل السكر. من عنده كثرة تسوس أو كثرة الحريق في الأسنان، فهذا يدل دليل قاطع أن عنده كثرة السكر في الدم. من يعاني من الأسنان وتسوس الأسنان، فهذا يعني السكر في الدم، فيجب أن يقطع السكر أول شيء، ويقرأ آية الكرسي 70 مرة في الصباح، 70 مرة في الليل. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.